ما عندناش مشكلة. إذن القضية مش قضية سفارة، هي القضية نمط علاقتك بإسرائيل والصراعات الدائرة الأخرى بعيد عن الدبلوماسية. يعني الدبلوماسية حضرتك أشرت وتكرمت إن إحنا عندنا معاهدة لم يعد لها وجود على الأرض. أنا كراجل بقيم مناطق حدودية ألف وبه وجيم ودال، صحيح، وصلت لفين النهاردة؟ مفيش كامب ديفيد. وبالتالي قواتك على الأرض، قواتك النهاردة موجودة في مواجهة المنطقة الحدودية دال، وبقول لك إن نتنياهو مواجه من قبل الائتلاف الحاكم انك سمحت بالجيش المصري ان يقف امام حدود اسرائيل، صحيح، مباشره. يعني المسافه صفر بينك وبين اسرائيل اذا رغبت ان ايه تفكر في اي عمل عسكري. النقطه الثانيه هو بعد 44 سنه لا زلنا ولا زالت اسرائيل، يعني دعك بقى من عمليه السلام وما الى ذلك، تقارير مراكز الابحاث الاستراتيجيه اللي هي بتدي المعلومات صانع القرار ترى في مصر الخطر الاكبر.